عشان حراره الجو كان شد الحراره واحنا مش واخدين على الجو. لا الشوط الثاني بسم الله لما الجو اتغير وبقى احسن لعبنا ودينا وربنا كرمنا وجبنا هدفين وربنا كرمنا عشان احنا تعبنا طول الموسم واحنا نستحق الصعود الحمد لله وربنا كلل تعبنا بالفوز الحمد لله رب العالمين. واحد نهدي الفوز ده لكل جمهور الصوت اللي وقف ورانا وكان السبب الحمد لله رب العالمين. بنشكر ربنا سبحانه وتعالى وبنشكر اللعيبه بتاعت اللعيبه الرجاله. بقالنا 3 سنين شغالين على بنحلم ان احنا نكون في القسم الثالث اللي هو الدرجه الاولى. احنا امكانيات اللعيبه الفنيه بتاعتنا اعلى من القسم الرابع والحمد لله رب العالمين. ربنا سبحانه وتعالى كلل التعب بتاعنا ومجهودنا بالصعود. معايا لعيبه على اعلى مستوى ومعايا مجلس اداره على اعلى مستوى والحمد لله رب العالمين. ربنا كرمنا وده تعب 3 سنين ربنا اكرمنا بيه ان شاء الله. سيطرنا على الماتش الحمد لله من اول الماتش لاخره والحمد لله رب العالمين. ربنا توج السيطره دي والمجهود بهدفين في اخر الماتش الحمد لله رب العالمين. ولكن احنا كنا جايين معسكرين قبلها ب 48 ساعه الحمد لله رب العالمين. المعسكر ده اتى بثماره واللعيبه كانت واخده على المكان واخده على الجو اتمرنا هنا تمرينه والحمد لله. بنشكر كل الناس وبشكر لعيبتي على المستوى والاداء اللي هم عملوه الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ندعم الصفوف بلعيبه من اربع لخمس لاعبين بندعم بيهم وان شاء الله باذن الله هيكونوا اضافه قويه للعيبه الموجوده وباذن الله هنكون لنا دور لان احنا بنصعد عشان ما نهبطش. احنا هنصعد عشان باذن الله نكمل في القسم الثالث او الدرجه الاولى لان احنا بقالنا 3 سنين بقول لحضرتك بننافس وبيصعد بنصعدش فرق بونت او بونتين ولكن الحمد لله رب العالمين. ربنا كرمنا واكرمنا بالصعود السنه دي اللهم لك الحمد والشكر. ولازم اشكرهم على حسن الضيافه والناس استقبلونا كاننا في البوصيه بالظبط. يعني انا كنت حاسس ان انا في البوصيه بالظبط ده حقيقه من فندق لنادي وضيافه غير عاديه وحسسوني ان انا البلد الثاني فعلا ولن انسى فضل البلد دي علينا ولا الناس بتاعتها الناس الطيبه الجميله المحترمه اللي استضافونا كاننا بلدنا وربنا يوفقهم ان شاء الله. ما فيش اي انسان بيتعب الا لما يعرف الاخر ربنا سبحانه وتعالى هيديله تعب. الناس دي تعبت بقالها سنه واثنين وثلاثه بناخد دايما بننافس على الصعود دايما كل سنه بننافس على الصعود قلنا لهم اصبروا انتوا فريق ممتاز وفريق صاعد ان شاء الله ربنا هيدينا بقالنا سنه واثنين وثلاثه دي ثالث سنه الحمد لله ربنا كرمنا السنه دي خدنا اول اسيوط. السنتين اللي فاتوا كان الاول بيصعد مباشره السنه دي ربنا اراد ان احنا نبقى ايه لا في فصل ماتش فصل الحمد لله ما تعرفوش الخير فين والحمد لله رجاله لحد اخر لحظه احنا ولله الحمد عند النادي الاسيوط واخد اول اسيوط كاتي اول اسيوط موفوق منتخب اسيوط من الكاتيه الموفوق من الاسيوط من عندنا من النادي بتاعنا الحمد لله. اللعيبه بتاعتنا ماليه يعني يعتبر مركز الدوري الممتاز ممتاز به درجه اولى كلها بسم الحمد لله قدروا الحمد لله.